هاربون من الجحيم، غارقون في الطوفان. الصراخ الأخير وداعا لبيت العمر الذي يحترق، والسيارات بأنواعها تنساق مثل قش مهترئ فوق سيل غاضب. الكوكب، كل الكوكب تحت غضب الطبيعة. الصين وأمريكا في البلوى سواء، وتركيا الجريحة من لهيب شوه جناتها وأبكى الكهل واليافعين، قبل أن تطوف الأرض بالخاصرة الأخرى للبلاد وتغمر البيوت الناجية من الحريق بالطين. اليونان جارة الجغرافيا وشريكة الاحتراق، تكافح وهي المثقلة بمتاعب الاقتصاد الهش. وإيطاليا تبكي غاباتها وقد غطاها الدخان. ومن يوجع القلب مثل الجزائر، هنا أتت النار بغتة وغدرت أولئك القاطنين المطمئنين في حضن الجبال، خطفت حصتها من الضحايا فذرفت دموع الرجال. في ألمانيا طاف النهر فمسح المدينة، ورجمت الطبيعة إسبانيا وفرنسا وسويسرا بالبرد. وكورونا سيء الذكر والسمعة لا يزال يتصاعد بأبجديته وتحوراته ما بعد دلتا، ويخنق العالم المختلق. الفئران خرجت من جحورها بالملايين في أستراليا، واحتلت الشوارع والبيوت والأزقة بحثا عن الطعام. حسرة في كل الوجوه، من الفلبين إلى تايوان وصولا إلى الهند، وكل بلد قست عليه الطبيعة، وكأن بها تنتقم من الجشع البشري الذي أبى أن يستجيب لصراخها مما تنفثه مداخل السم في رئات الأرض، حتى نال مرضها من الناس بالعدوى. وكأنها بالحرائق والطوفان والجرذان تقول للبشر: هذه بضاعتكم، ردت إليكم. وإذا المصائب أقبلت بجنودها، من ذا سيدفع الثمن أكثر من الفقراء؟ هم لا حول لهم ولا قوة. من ينجو منهم سينتظر أن تزول غمامة الدخان التي بعثرت أحلامهم في الهواء، ويلملمون ما تحت الرماد، لعل في القادمات من الأيام أمل، ولعل جرس إنذار القيامة هذا يسمع في حجرة المراهنين على التنمية الغاشمة، والمصرين على ثقب السفينة التي سيغرقون ويغرقون العالم فيها ما لم ينتصر صوت المناخ وتتنفس الأرض.